اهلا بكم اعزائي طلبه طالبات التعليم الفني الصناعي في حلقه جديده من حلقات برنامجكم. النهارده حلقتنا هتكون مخصصه لطلبه التعليم الصناعي جميع تخصصات الصف الثالث من المنظومه القديمه او المنظومه العاديه. تمام كده، هنستكمل مع بعض ماده الحاسب الالي، وهنتكلم فيها النهارده عن جزئين، جزء يكون فيه التعديل وجزء فيه تحضير منطقه العمل للرسم. تمام كده، فالنهارده الحلقه بتاعتنا فيها شقين. تمام، هناخد بعض الادوات الخاصه بالتعديل معانا دلوقتي، وبعد كده هنبدا نشتغل على تحضير منطقه الرسم. تعالوا نشوف مع بعض، او نسترجع قبل حاجه كده، قبل اي حاجه نسترجع المره اللي فاتت خدنا ايه قبل ما نطلع على الرسومات اللي معانا. المره اللي فاتت احنا افتتحنا البرنامج وشفنا فيه بعض الاوامر البسيطه، زي مثلا فتحنا وعرفنا الواجهه وعرفنا ادوات الرسم الموجوده واماكنها. خدنا كمان الجزء الخاص بتغيير الخلفيه، خدنا اخفاء وزار الاشرطه، الحفظ والفتح والفتح القديم للملفات، خدنا الخطوط ورسمها، خدنا الاقواس والدوائر ورسمها. تمام كده، النهارده هنفتح مع بعض جزء جديد في برنامج اوتوكاد 2D، وهنتكلم فيه عن جزء للتعديل وجزء لتجهيز منطقة العمل. تعالوا نطلع على أول جزء معانا في حلقتنا النهاردة، وهيكون عندي أول حاجة عندي أنواع الخطوط. ليه بنتكلم عن أنواع الخطوط برغم أن الخطوط من أدوات الرسم مش من أدوات التعديل؟ لأن أنت هتعدل على الخطوط دي فيما بعد، فبالتالي محتاج تفهم إيه هي أوامر التعديل وإيه هي الخطوط بتاعتك اللي أنت هتشتغل عليها فيما بعد. تعالوا نشوف الخطوط وأنواعها. أنواع الخطوط عندي هنا طبعا، ده شكل الخط المستقيم، ده من شريط الرسم عادي. ده الخط الاولاني. طبعا بضغط كليك وبعد كده بضغط انتر عشان الماوس يسيب الامر. طب ده خط عادي، عايز اغير لونه بغيره من هنا وارجع اخد امر الخط تاني. ده كده احنا مش انواع خطوط، ده لون خطوط، لسه ما وصلناش لانواع. انتر انتر. تمام كده. طيب لما اجي اعدل الخطوط عندي في البرنامج، تعالوا كده الناحيه دي تحت شريط التعديل على خصائص الخط، هنا عندي سمك الخط، بغير بالسمك اللي انا عايزه واخد كده الامر مرة تانية وافرد كليك انتر، عمل لي خط لونه احمر سميك. شغالين بالملي، كله بالملي، خط بالسمك ده. هغير بقى شكل الخط اصلا، هعمل لود. انواع الخطوط كلها طبعا عارفين كل خط وله دلالته في الرسم الهندسي. اخترت الخط المتقطع ده وهبدأ، لازم اروح اجيب امر خط، بس هنا اديني خط مستقيم، ده مش متقطع لسه. هنضغط انتر ونخرج منه، ده كده الخط العادي. هاجي هنا بقى هفرد واختار المتقطع واروح اخد امر الخط واروح راسم خط تحتيه بقى متقطع. عرفنا كده احنا بنبدل الخطوط ازاي وبنعرف اماكنها منين. يبقى انا هنا عشان اعدل الخطوط بتاعتي محتاج ان انا اوصل للمنطقة دي، خصائص الخطوط، وابدا اطلع لها وابدا اختار الخط بتاعي. تعالوا نشوفها مره تانية من جزء اختيار الخط. انا هنا ده خط عادي، غيرت سمكه. تمام، هناخد الخط الرفيع عشرين ملي، وهنيجي هنعمل تحميل لخط من الخطوط الموجوده عندي في القايمه. حملت الخط المتقطع ده، اوكي بقى هو اللي عندي.
هروح على امر الخط، هرسم خط مستقيم عادي. لكن لو عايز المتقطع هفرد القائمة واختار متقطع واختار امر رسم خط مستقيم واجي تحته وارسم الخط المتقطع. كده احنا رسمنا الخط المتقطع وعرفنا الاماكن اللي اقدر اغير منها شكل ونوع الخط بتاعي اثناء عملية التنفيذ. تمام كده؟ فاحنا كده فهمنا وعرفنا بيتعدل منين. بالتالي اول ما اكون بارسم رسمة ومحتاج فيها اي حاجة من الاشكال دي هقدر اوصل لها بالشكل المطلوب واعمل فيها اللي انا محتاجه. تمام؟ انت عندك مجموعة من الادوات كتيرة جدا موجودة في البرنامج. الادوات دي بتقدر تتعامل بيها بالشكل المطلوب على حسب الاداة وهتستخدم في ايه. بمعنى اصح ببساطة، وانت قدامك لوحة الرسم، اللوحة الورق الابيض الجميلة دي، بيبقى معاك اقلام رصاص باشكال مختلفة وسمك مختلف، وعندك اقلام تحبير باشكال وسمك وانواع مختلفة، وعندك الاستيكة، عندك المسطرة، وعندك المثلثات، وعندك كم كبير جدا من مسطرة المنحنيات، مسطرة الدوائر والبرجل والمنقلة. كل دي أدوات عندك موجودة عندك على ترابيزة الرسم. بتبدأ تفرد لوحة الرسم وتبدأ تشتغل على الخط على حسب السمك المطلوب. كل خط موجود على الرسم زي ما قلنا له دلالة. يعني ايه له دلالة؟ يعني مثلا لو شفت في مكان مستطيل والمستطيل ده جواه خط في النص، والخط ده شرطة نقطة شرطة نقطة شرطة نقطة. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان المستطيل اللي قدامك اللي انت شايفه ده من 2D او من مستوى مسطح، ان هو في الاساس اسطوانة. يبقى اللي انت شايفه عندك مسطح في هيئة مستطيل بس في النص شرطة نقطة شرطة نقطة شرطة نقطة، ده دلالة على ان ده محور لدايرة. فانت هتفهم ان عبارة عن دايرة من فوق ونازلة بالشكل ده، فمش هتظهر لك الدايرة عندك في الرسم المسطح او الرسم التو دي. فاستعوضا عن كده رسم لك المستطيل وعمل لك فيه الخط المحوري عشان تفهم ان ده في الاساس اسطوانة. وده الناس بتدرسه في بعض التخصصات في الجزء الخاص بالرسم الهندسي او الرسم المنظور. في رسم المنظور بتكون دي الدلالة على وجود اسطوانة. تمام كده؟ طيب له اشكال كتير وانواع كتير واوضاع كتير؟ لا، خط المحور شكل واحد. طب لما تلقى شرط صغيرة جنب بعض، في مربع مثلا مرسوم وجواه شرط مرسومة بشكل معين كده بس شرط مقطعة، معنى الكلام اللي بيقولك ان ده جسم مصمت ومن الداخل في جزء معمول زي ما نقول كده مفرغ جوه الجزء المصمت ده، فتعوض عنه بخطوط مخفية لأماكن اللي فيها الشكل ده متواجد. مثلا لو جينا على جهاز زي ده، هو الجهاز ده لما اجي ارسمه رسم هندسي هيكون بالشكل ده؟ لا، ده انت عندك هنا في اماكن، مثلا في هنا فتحة من تحت، الفتحة دي لما اجي ابص على الشكل من فوق مفيش فتحة، مصمت بالنسبة لي، مصمت. هو في اشكال بس هو بالنسبة لي بالنسبة لي مصمت. تمام كده؟ طيب هنا لما يجي يرسم الفتحة اللي تحت من هنا دي، هيجي في المنطقة دي ويعمل كده مستطيل على قدها ويروح عامله شرط صغيرة. هيعمله عبارة عن شرط صغيرة عشان يقدر يوصل لي يوصل لي الشكل. بالتالي ده اللي يقدر اللي يقدر يعمله. تمام كده؟ طب ده بالنسبة وهو بيرسم الشكل ده كده، كل جزء مخفي من الشكل هيكون ظاهر هنا في الجزء المصمت
نقط، دي دلالة تانية وما إلى ذلك من الأدلة اللي أقدر أشوفها في الرسم. يبقى أنا هنا وأنا بحط الرسم بتاعي على ورق الورق الأبيض العادي كأني بالظبط بحطه على برنامج أوتوكاد، فبالتالي كل ما أنا بستخدمه في الرسم العادي هستخدمه على برنامج أوتوكاد عشان أدي برضو دلالة للرسم. طب أنا مين هيستفيد بالكلام ده؟ أنت هنا بتصمم تصميم وفي عندك تنفيذ، في كل حاجة فيها تصميم وفيها تنفيذ، تمام كده؟ فاللي صمم الشكل هو عمل نموذج منه على الورق مخطط، تمام كده؟ خطط هو محتاج عمارة، تمام كده؟ فبنروح لمهندس مباني بيبدأ يرسم لنا ويقسم لنا الأرض بتاعتنا ويقول لنا الأعمدة دي هتتحط فين، ولو لسه بيأسس فيبقى في لوحة للتأسيس، دي الطبقة الأولى بتاعته، فلوحة التأسيس دي بيقول هيبقى الحفر على العمق قد إيه، طبعا هو هيقول في البداية واحفروا يا جماعة وبعد الحفر ده سووا الأرض وخلوها مسطحة زي اللوحة اللي هديها لكم، وفي الأماكن اللي أنا هعمل لكم فيها أشكال الأعمدة الخرسانية وأشكال القمر اللي هيكون في الأرض وأشكال البلاطة الأولى اللي هيتعمل على البلاطة الأرضية الأولى هيتعمل فيها إيه بالظبط. فبيبدأ يقسم حاجة طبعا بيسموها السميل، طبعا ملناش دعوة بالمسميات المعمارية، احنا بنحاول نوصل بس لموضوع إزاي ده يتعمل. فهو هنا رسم لهم الكلام ده على الورق، وحد خد الورق وبدأ ينفذ. عشان ينفذ الكلام ده محتاج يشوف أبعاد، هي الارض اللي هيتبني عليها المبنى مصغره على ورق على الورق الابيض او ورق الرسم او البرنامج بنسبه معينه، ففي نسبه وتناسب ما بين الرسم على الورق وما بين المساحه اللي على الارض، فهنا هيكبر المساحه اللي على الرسم بالنسبه دي عشان يوصل للمقاس اللي موجود على الارض، ويبدا يحط الحدود بتاعته وتبدا العمال عندي ينفذوا التصميم على ارض الواقع. اول حد بيبدا يشتغل بيبدأ النجار، بيبدأ يصمم أو ينقل التصميم المرسوم بأبعاده على الأرض، تمام كده، ويبدأ يعمل الأشكال المطلوبة منه كلها ويجهزها. بعد كده بتاع الحديد المسلح يبدأ يعبي الحديد بتاعه بالأبعاد اللي طلبها منه المهندس على الرسم في الأماكن اللي اتصممت بالخشب. بعد كده بيجي بتاع الخرسانة بيصب على نفس المساحة اللي موجود فيها الحديد والخشب الخرسانة بتاعته. بعد كده بيظهر الشكل زي ما المهندس طلب انه يتعمل، تمام كده. يعني في اكتر من حد جهز المكان بناء على الرسم التصميم اللي بيسموه الاستشاري او مهندس المباني او المصمم رسم، واتنقل الرسم بأبعاد على ارض الواقع. مش كده وبس، ده بيكمل فيما بعد كمان خطوط الكهرباء، خطوط المية، كل الكلام ده لازم يكون متجهز. لو انا سنة هبني مبنى زي ده ومحتاج ان الخطوط دي كلها تكون ليها فتحات في قلب الخرسانة بتاعت الارضية، لازم هيصممها عشان تتجهز قبل عملية الصب اصلا. فبالتالي كل خطوة هتكون مرسومة بطبقة معينة على اللوحة بتاعت الرسم هياخدها مهندس ويبدأ ينفذها بالشكل المطلوب. بيبقى معروف ان في حد بيدير الناس دي كلها عشان يبقى عارف مين طبقة الرسم اللي هتخش دلوقتي عشان تتنفذ على الارض. يبقى انا عندي هنا رسام او مصمم وعندي منفذ، فالدلالات اللي انت هتحطها هيشتغل عليها. فاهم دليل عندنا الابعاد، وده كان افتتاح لموضوع الابعاد واهمية الرسم عندي على الورق ودلالة الخطوط دي كمان. يبقى انا كده عندي دلالة للخطوط وكمان الابعاد. تعالوا نشوف الابعاد مع بعض هي تعمل فيها ازاي. الابعاد اسمها دايمنشن عندي، ودي الدلالة اللي هسيبها للناس المصممين على اللوحة. هنا طبعا عشان اشتغل خط مستقيم هجيب خط مستقيم، هرسمه بأبعاد معلومة، تمام كده رسمته بمقاس 100، والمية طبعا كانت 100 سنتي تقريبا. هرسم خط مايل، وهقفل المثلث بتاعي.
احنا هنا رسمنا الرسمة بالشكل ده عشان نبدأ نوضح عليها الأبعاد. احنا رسمنا الخط الأساسي طوله 100 عشان نبدأ نشوف هنا. طبعا بحرك الرسم تحت، طبعا لما نتعلم الأدوات ونحتاج لأدوات كتيرة جدا واحنا شغالين هنبدأ نشوف. هنا دي قائمة الدايمنشن، دي اللينر اللي هي خط مستقيم مقاس بعد نقطتين عن بعض على هيئة خط مستقيم، نختارها. طبعا عندي مجموعة من الأبعاد بالأشكال والألوان اللي زي ما احنا شايفينها. كل واحد وله دلالته على الخط. هرجع عليه، ده طبعا كويك دايمنشن، ده الدايمنشن السريع. نرجع تاني لللينر، واللينر بعمل نقطة البداية ونقطة النهاية على الخط المستقيم وابدأ اسحب لتحت، هيديني المية اللي انا كتبتها. اقدر اغير في الوان الدايمنشن نفسها، اقدر اغير في الوان الدايمنشن مفيش مشكلة. كويك دايمنشن بقى ده مشكلة تانية. ممكن انا امسك خط مستقيم كده من هنا واحط على النقطة التانية كده واقاس الخط ده، ولو ضغطت انتر هيبدأ يرفع لي مقاس الخط. هنا لما اعمل خطين مع بعض او الثلاث خطوط مع بعض وضغط انتر دخل كل المقاسات في بعضها، تمام كده. فانا لما ارفع كده لفوق واقول له اديني بقى المقاسات، هنلاقي ان الرقمين دول مجموعهم هو المية اللي تحت. ليه؟ لان هو اداني بعد النقطة دي عن النقطة دي وبعد النقطة دي عن النقطة التانية، تمام. فما ادانيش المقاس المظبوط بتاع الخط المايل. عايز اجيب خط مايل، اطلع لدايمنشن واطلع يا اما على اللينر او الخطوط المايلة. هنا طبعا عشان هشتغل خط مايل فانا هتعامل مع الخط المايل ده وابدأ ارفع. بص هنا بقى مقاسه كام؟ 75 68 من مية، لانه معمول بشكل عشوائي بدون مقاس محدود او معلوم، تمام كده. هطلع دايمنشن تاني وهنشوف، هنختار لينر وهاجي هنا الخط ده بداية ونهاية بالشكل ده كده، وهبدأ ارجع كده لورا. بص هنا وداني ايه؟ ما ادانيش طول الخط، اداني ارتفاع الخط مش طوله. الطول ده اطول من الرقم ده، فهنا لما عملته لينر اداني ارتفاعه على زاوية قايمة، كأنه هو خد المقاس من هنا من المنطقة دي. هنا طبعا اغير الالوان وارجع تاني للدايمنشن، هختار الخط المايل بداية ونهاية الخط وارتفع. طبعا هنا بغير الالوان عشان تختلف عن الوان الخطوط الخاصه بالرسم، فبالتالي ما تاثرش معايا او ما تشغلش الناس اللي هي بتنفذ على ان دي خطوط، بعرف ان دي بتاعت الدايمنشن ملهاش علاقه بالخط الرسم الاساسي، فبالتالي بخط الرسم الاساسي مثلا بالاسود واي حاجه حواليها تكون بالالوان. دايمنشن هنيجي برضو على اللينر، وابدأ اعمل الارتفاع. هنا غير اللون تاني، مش عاجبني الالوان دي اختار من الالوان الاساسية اللي موجودة عندي على الجهاز، اي لون يعجبني. واختار اغير سمك الخط بتاع الدايمنشن برضو، يبقى انا اقدر العب في الحاجات دي كلها. واطلع على دايمنشن، وهنا بقى عايز اشوف مقاسات الزوايا، اختار الامر بتاع مقاسات الزوايا وهقيس او هلمس الخطين اللي انا عايز اقيس زاويتهم، وهبدأ ان انا احط الدايمنشن بتاعي. هنا السمك تقل شوية واللون اتغير. نرجع تاني دايمنشن، اختار انجولار،
لقياس الزوايا، الخط المايل والخط المستقيم. طلع لي برضو باللون الاخضر بالسمك القديم بتاعي، ما غيرتش السمك. في اي موضع هي نفس الزاويه، احط في موضع مناسب عشان تبقى الناس عارفه الموضوع ماشي ازاي. غير اللون واروح على دايمنشن تاني واختار الزوايا برضو بين الخطين دول، وابدا ان انا افتح الزاويه بتاعتي عشان اشوف طلع لي الزاويه دي تمام كده. يبقى انا هنا قدرت استعمل اكتر من اداه في قائمه الابعاد عشان اقدر اظهر التصميم بتاعي بالشكل المطلوب. انا كده وضعت الابعاد بتاعتي على الشكل. طبعا هو التصميم بسيط والتصميم سهل والادوات كانت استخدامها بسيط، لكن لو عايزين نشوفها مرة تانية هنشوفها مرة تانية عشان خاطر برضو نستوعب اللي تم ده تم ازاي. تمام كده، هنجيبها من الاول تاني، هنرسم الخط المستقيم في البداية خالص واحدة واحدة مع بعض. هنا رسمنا الخط اللي طوله 100 تمام كده، وهنضغط الانتر بتاعتي. هنعمل الزوايا بدون مقاس، انا كده برسم الزوايا من غير اي مقاس، وهقفل الخط بتاعي، هرسم الرسمة بتاعتي واقفلها. طبعا انا كنت شغلت من الشريط من تحت عشان بتبقى عارفين، من شوية كنا شغلنا الامر اللي بيخلي الخطوط تلمس نقط اطراف الخطوط عشان تقفل المثلث لوحدها، ده اللي انا عملته من شويه. هنجيب الجزئيه دي تاني عشان نعرف انا عملت ايه. تمام كده، ادي هنا كان في الاول كان اف 8 كانت شغاله، لغينا اف 8، هي في النقطه دي كده انا لغيت اف 8، وجيت هنا ضغطت على العلامة دي عشان اشغل ان هو ياخد اطراف الخطوط. هنا هيضغط الكليك بتاعته، بص هنا المربع اللي ظهر معايا ده هيظهر هنا مربع اخوه تاني اول ما اوصل لطرف الخط، اي نقطة بعيدة عن الخط بيها لا هو لاقط مع طرف الخط. والكلام ده كان بتشغيل الامر اللي موجود هنا، وده برضو هناخده في الشغل بتاعنا قدام واحنا بنجهز الرسم بتاعنا. تمام، بعد كده هنسحب بالامر بتاع الكف اليد ده، هنسحب الرسمه في منطقه نقدر نشتغل فيها. بعد كده نطلع على الدايمنشن، وعندي مجموعه كبيره جدا من انواع الدايمنشن. اهم امرين عندي هو الامر لينر والامر بتاع اليجولر وانجولر. تمام، هنبدا بعد كده نستعرضهم، وبعد كده هنختار الامر الخاص بلينر. كود دايمنشن زي ما احنا شفناه من شويه اللي هو الدايمنشن السريع، هو بيعمل اوتوماتيك من نفسه، انت مالكش تدخل، فبالتالي مش هيجيب لك الابعاد اللي انت بتتخيلها. تمام كده، خط الشمال طبعا انا مشغل العلامه بتاعت لقط الاطراف الخطوط، فبالتالي بتلقط لي اطراف الخطوط للدايمنشن. تمام كده، هاجي بقى على الخط المايل الاولاني، انا كده مختار كوك دايمنشن او الابعاد السريعه، بلمس الثلاث خطوط هيروح مطلع لي ابعاد لوحده. والخط الثالث وانتر، بس هنا اللي طلع عندي خطوط انا مش محتاجها، الكلام ده كله هيكون زيادة معايا ومش هيديني الامر بالشكل اللي انا محتاجه. هبص الاقي هنا ان مديني المسافة اللي تحت بس مقطعها عند النقطة بتاعت الكسرة بتاعت الزاوية دي، لكن ما ادانيش الابعاد زي ما انا محتاجها. تمام كده، فهو مديني حيز الخط المايل ده لكن طوله لا مش ده الطول. طالب على دايمنشن ونختار
دايمنشن الخطوط المايلة. بالشكل ده كده. بدأ يطلع المقاسات، هيروح على اللينر زي ما قلنا، لما يجي يعمل لينر للخط المايل هيديني ارتفاعه مش هيديني طوله. ده كده ارتفاعه مش طوله، والارتفاع أقل من الطول. بعد كده هنبدأ نتكلم عن جزء مهم جدا، وهو ألوان خطوط الأبعاد. أغير الألوان وأعملها بالألوان عشان أفصل ألوان التصميم عن ألوان الأبعاد. هعيدها مرة تانية بس بأبعاد لونها أحمر. الموضع اللي أنا عايز أحط فيه الأبعاد ده بتاعي أنا. تمام كده. هناخد ارتفاع النقطة دي مرة تانية. بالشكل ده كده. هنغير اللون. اختار اللون المناسب ليا. هغير سمك الخط. هروح لدايمنشن، هختار أبعاد الزوايا. وهتترسم بالشكل ده. هروح على الزاوية التانية. كل زاوية هرسمها أو كل زاوية أحط أبعادها لازم أروح أخد من أمر دايمنشن الأمر المطلوب. طبعا في أبعاد كتيرة جدا وأشكال كتيرة جدا للأبعاد. أحطها في الموضع اللي أنا عايزه. اغير اللون وروح لدايمنشن برضه ابعاد زوايا. وهبدأ انزل الزاوية بتاعتي بالشكل ده. تمام كده. كده احنا عرفنا الزوايا بتترسم ازاي، وشفنا اشكالها، وشفنا انواع الدايمنشن بتاعتي باشكالها وانواعها المختلفة. عند اشكال كتير جدا ما استخدمناهاش. انت بقى تقدر تجربها وانت شغال. عايز تعرف قطر دايرة، نص قطر دايرة، تعرف الخطوط المزدوجة، اشكال كتير جدا. حاول ترسم خطوط وجرب كل انواع الدايمنشن الموجودة عندك عشان تعرف الفرق بين ده وبين ده. ارسم اقواس، ارسم دوائر، كل اللي انت عايزه اعمله وجرب واحدة واحدة، واللي هتلاقيه مناسب هتشتغل فيه بيه فيما بعد. يبقى انت كده مرنت نفسك على قد ما تقدر في استخدام الأبعاد، وفهمت ازاي بتستعملها وكل بعد منهم غرض استعماله ايه. كده احنا خدنا الخطوط وخدنا كمان الأبعاد، بقى لنا حاجة مهمة جدا وهي تجهيز الخط او تجهيز منطقة العمل. تعالوا نشوف منطقة العمل بيتم اعدادها ازاي. اول حاجة عندي حدود منطقة الرسم اللي هي ليميتس. يعني ايه حدود منطقة الرسم هي ليميتس؟ تعالوا نرجع كده لبعض ونفهم الأول هو بيتكلم عن إيه. أولاً لوحة الرسم الورق الأبيض عبارة عن متر في 70، متر بالعرض و70 طول، بتتحط قدامك على ترابيزة الرسم وبتثبتها في الأربع أطراف. تمام كده. اللوحة دي مقاسها كام؟
متر في 70، انت بتشيل منها 2 سم بالعرض و2 سم في اللي هو الجزء العرضي و2 سم في الجزء الجانبي. يبقى في الافقي بتسيب سنتي فوق وسنتي تحت، وفي الجانبي سنتي شمال وسنتي يمين. ليه؟ انت بتحدد منطقة الرسم اللي انت هترسم جواها، تمام؟ طب لو هترسم اكتر من رسمة في قلب اللوحة، هتقسم اللوحة مثلا 4، هنا دي منطقة الرسم ورقم 1 2 3 4. طب لو رحت الرسم كلها هترسم فيها، فهي محددة بالمقاس اللي انت عملته. انت المتر شلت منه 2 يبقى 98 سنتي، في 70 شلت منها 2 يبقى 68 سنتي، تمام كده؟ يبقى انت عندك 68 سنتي في 78 سنتي، دي منطقة الرسم بتاعتك المحددة. قسمتها يبقى انت عندك اقسام كتيرة جدا على الورقة. بس الفرق ما بين الورقة والاوتوكاد ان في اوتوكاد انا اقدر اعمل ابعاد لمنطقة الرسم تختلف من منطقة لمنطقة زي ما انت بتعمل على اللوحة. بس الميزة هنا عن اللوحة ان اللوحة انت مرتبط بيها، لو باظ منك خط او خط خرج بره الحدود فهو خرج على اللوحة وباظ. لكن هنا على برنامج اوتوكاد لو انت حددت منطقة رسم ورسمت فيها الرسمة بتاعتك وعايز تنقلها من مكان لمكان، هتنقلها بخطوطها بحاجتها بحالها كلها من غير ما تتأثر بطريقة ما، هنبقى نتعلمها فيما بعد. لكن انت هنا عندك على البرنامج، وده افضل من الرسم على الورق كتير جدا، انك انت عندك الحرية انك انت تنقل الرسمة من موضع لموضع. تقدر تاخد الرسمة دي وتركبها على رسمة تانية، تقدر تاخد خطوط من الرسمة دي تحطها على خطوط في الرسمة التانية. فانت عندك رسومات كتير ممكن تبقى عندك في قلب التصميم او في قلب المساحة، ورسم هنا وهنا وهنا وهنا. مثلا لو واحد بتاع رسم معماري، يعني ده اسهل حاجة واسهل حاجة ممكن تكون عارفها يعني. فهنا الجزء بتاع الاساسات، وهنا الجزء بتاع الطابق الاول، وهنا الجزء بتاع الطابق التاني لو في تغيير في التصميم، وهنا الطابق التالت الطابق الرابع الطابق الخامس، وفي كل طابق منهم ده هنا في متقسم الارضية بتاعته على اساس انه هيبدأ يبني الحوائط. هنا بنى الحوائط بس عمل الدور الاولاني مفتوح بالكامل على بعضه، مساحة مفتوحة، تمام كده، مفيش اي حاجة فيها، عبارة عن اطار خارجي بس من الحجارة والاعمدة في النص وبس. لما بنى الطابق التاني بناه واسسه في الرسم وعمل فيه جدران بتقفل حجرتين وحمام ومثلا ومطبخ وبس، مفيش حاجة تاني، حجرتين والمساحة مفتوحة على بعض، او قطعتين عشان فيها يبقى فيه حجرة وقطعة كبيرة اللي بنسميها احنا عندنا منطقة الليفينج او المنطقة المفتوحة اللي بتوزع منها الحجرات والخدمات، تمام كده. طلع الدور الثالث قسموا جميعه حجرات، عملوا 4 حجرات ومنطقة النقل او منطقة بتفتح منها الحجرات اللي هي طرقة مثلا في النص. ففي كل طبقة من دول احنا بيسمي ده طبقات، محتاج يرسم دي في مكان ودي في مكان ودي في مكان. طب هنا عمل 3 جنب بعض، المساحة عندك على الورقة مش هتساعد الكلام ده، عايز يرسم كل واحدة منهم في مكان غير التاني، تمام كده. لكن عنده على البرنامج لا، يقدر يرسمهم فوق بعض كمان ويفصلهم عن بعض، يرسمهم طبقات ويفصل كل طبقة عن التانية، تمام. دي نقطة، لان في بعض الاحيان بيبقى فيه الرسم بنظام الكلك، بيرسم رسمة بس بتتجمع طبقات فوق بعض بالكلك عشان يشوف التجميع بتاعتها في النهاية. بس على الكلك بكتر ما زادت طبقات الكلك الرسم اللي بتحت بيختفي. اما هنا على البرنامج لا، ده انت كل حاجة مكشوفة قدامك وتقدر تفصل طبقة عن طبقة وتشوف الطبقات عن بعضها وتشوف هنا دي رسمة دي تنفع، لا دي ما تنفعش، طب زود دي، طب شيل دي، طب حط دي، طب شيل الطبقة دي كلها وحطها في لوحة جديدة. مين يعمل لك ده؟ اوتوكاد. تقدر تعمله على الورق الابيض؟ استحالة. لو اتعمل بعد فترة من الوقت خلاص الرسومات دخلت في بعضها، اقصى حاجة ليك تحط 3 ورقات كلك فوق بعض، وورق الكلك عندك حتى عشان تشتغل عليه صعب. اما هنا انت بترسم على ورق عادي وبتطبع اكتر من نسخة، وكل النسخ في المواضع والاماكن والنقط المحددة، فبالتالي لما تيجي تنفذ على الطبيعة هتلتزم بنفس النقط اللي انت حددتها. مثلا كتير جدا يقول لك ايه، هما ازاي بيعملوا الكباري وبيعملوا الوصلات دلوقتي بنظام وصلات، وصلات خرسانة جاهزة، قمر طولي جاهز، ف
فازاي بيحسب المسافه بين عمودين لكوبري، وكمان بيجيب الاعمده بتاعتها اللي هي القمر العريض اللي بيجي يتركب على الاعمده دي في النص بينهم، بيجوا بالظبط مقاس بالظبط، حتى لو في دوران او قوس معمول بيجيب لك الخرسانات بتاعت القمر دي معموله اقواس مختلفه الابعاد. ما هو كل قوس، القوس الاولاني ضيق، التاني اوسع، التالت اوسع، الرابع اوسع واحد فيهم. فهو لو هيركب 4 كمرات بين عمودين لكوبري، كل كمرة مقوسة غير التانية في المقاس. ما هو لو هيلجأ لده محتاج رسم دقيق، محتاج ابعاد دقيقة على ارض الواقع وعلى الرسم. فهو هنا بيرسم الكوبري كامل، وبيرسم الابعاد كاملة، وبيرسم شكل العمود بجميع أوضاعه، وهو عمود من ثلاثي الأبعاد، أو هو 2D من أعلى، أو 2D من الجنب الشمال أو من الجنب اليمين. فهنا هو بياخد الشكل بالكامل، فيبقى قدامه على الجهاز شايفه بالكامل بالكامل. فما تنزل يتنفذ بالأبعاد وبالميزان على الأرض بنفس ما هو طالب في الرسم، هيبقى العمود في موضوع في موجود في المكان بتاعه، والعمود التاني في المكان بتاعه، ولما يجي يحط القمر هيجي في بالظبط في الموضع بتاعه. لكن لو العمود هو رسمه كده وفي التنفيذ مال كده او مال كده، هو عمود في النهاية اترسم عمود واتعمل على الطبيعة عمود، بس كده. هنا قطع الخرسانة اللي هي العوارض اللي هي القمر بتاع الكوبري، لما يجي يركب، لو جه يركب في المسافة اللي مال فيها العمود دي، هو معمول مقاس معين مش هيدخل، ده هيزنقه، هيبقى عائق ليه. هو كده كده ميل العمود هيوقعه طبعا، ده حاجة تانية، بس احنا بنقول فرضا ان عمله العمود مايل درجة او درجتين، درجة او درجتين مع الارتفاع يعملوا مساحة كبيرة، تمام. لما يجي يسقط القمر هنا مش هيركب، لما يجي يسقط القمر هنا مش هيركب، هيقع. يبقى هنا هيحصل له عملية حشر وهنا هيقع. فبالتالي لازم يترسم بالظبط. طيب لو جينا مثلا على الناس اللي شافت، اللي هو من القاهرة او من الجيزة، وشاف خط المونوريل، المونوريل لسه بيتصمم، بعض الاحيان لسه في اماكن لسه بتركب فيها الاعمدة والخرسانة، تمام كده. فلو شاف الاعمدة وشاف القمر اللي هيمشي عليه، اللي هي تعتبر مثال او بديل للقضبان اللي هيمشي عليها المونوريل، هيلاحظ ان في بعض الاماكن المنطقة مثلا الاعمدة عالية قوي، وفي بعض الاماكن الاعمدة قصيرة شوية، وفي بعض الاماكن الاعمدة اللي مبنية في وسطها قمر معدني، وفي جميع الاحوال هو حاطط القمر الخرسانة اللي هيمشي عليه المونوريل نفسه اللي هو بديل القضبان. هو قدر يظبط المقاسات دي كلها في كل الخط ازاي؟ ده في بعض الاحيان مقاسات القمر نفسها مختلفة، الاماكن اللي ارتفعت دي عايز قمر مايل، عايز يتحط فيه حديد وخرسانة وشكل من الاشكال عشان يحافظ على الميل ده بوضع معين. الكلام ده كله بيتنفذ ازاي وبيطلع للنور كده ازاي وبتنفذ على الطبيعة ازاي؟ مبني بالاساس على رسمة تم تنفيذها على برنامج الاوتوكاد او زي الاوتوكاد، عشان يعمل شكل الطبيعي اللي هيمشي عليه الكوبري، وهو عنده ابعاد الارض الطبيعية ومركبها على الجهاز، وعامل النسبة والتناسب ما بين الرسم وما بين التنفيذ على الطبيعة، وفي مهندس ماسك التصميم وبيبدأ يشوف كل عمود الاول هيتنفذ ازاي. لو لاحظنا ان هو بيبنوا الاعمدة الاول، وفي الاساتذه بتوع المساحه، المهندسين المساحه بيبقوا ماسكين جهاز المساح ده، وبيقروا المقاسات وبيقروا الابعاد بتاعه الاعمده وبتاعه المسافه بين الاعمده، عشان لما يطلع فوق ويعمل شفه العمود اللي هتشيل القمر الخرساني اللي هيمشي عليه، تركب الكمرات في موضعها بالظبط. هو مزود ده بس يفرق عن الكوبري العادي وعن المونوريل او خطوط المونوريل، ان في العمود جزء فيه اسلاك او فيه اسياخ حديديه او اسياخ موجوده عشان يربط القمر
بالعمود نفسه، يبقوا كلهم قطعة واحدة، وده له سببه. وطبعا في عارفين التمدد والحاجات دي كلها عشان يبقى كل الخط قطعة واحدة. ومش هنخش في تفاصيل الهندسية الخاصة بالبنى، لكن اللي يهمني دلوقتي ان ازاي ده اترسم، اترسم على البرنامج واتعمل اشكال وانواع واوضاع للقمر والاعمدة والمسافات، وفي مشاكل كانت في التنفيذ كانت شغالة وتم معالجتها اثناء عملية التنفيذ عن طريق المهندس الاساسي اللي صمم الخطوط. تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده محتاجين نرجع للنقطة اللي كنا بنتكلم عليها، ازاي احدد منطقة الرسم اللي هشتغل عليها، اللي بناء عليها هتبقى هيتنفذ بمقاسات مطابقة للطبيعة بمقياس رسم معين. تعالوا نشوف هنحدد منطقة الرسم ازاي. اول حاجة منطقة الرسم اللي هي الحدود نفسها اللي هي اسمها ليميتس، وهي تحديد مساحة الرسم المفترض العمل فيها حسب حدود اللوحة المطلوبة. يبقى انا في امر اسمه ليميتس هنشوفه كمان شوية واحنا شغالين عشان نحدد فيه منطقة الرسم. بعد كده يتم تحديد مساحة بثلاث خطوات. الثلاث خطوات دول هما دول التمرين بتاعنا. اول خطوة تحديد احداثيات اللوحة اللي هي مساحة اللوحة. ثاني خطوة تشغيل الامر ليميتس. ثالث خطوة اظهار منطقة الرسم. ثلاث خطوات لو عملتهم هتظبط عندك مساحة اللوحة بتاعتك. تعالوا نشوفهم خطوة خطوة. اول حاجة عندي هنا عندي مساحة الرسم، المنطقة الفاضية دي، وهبدأ ادور على drawing limits. وهنا هكتب احداثيات اللوحة. تمام؟ هنكتب 0 و0 وبعدين 170. يبقى هنا الطرف في الورقة 0 و0 وبعد كده 100 وبعد كده 70. فورمات drawing limits تاني، وهنعمل لها اون وانتر. تمام كده؟ بعد كده زد وانتر وايه وانتر. كده جبنا منطقة الرسم بس اللي احنا عايزين نشتغل فيها. شغلنا طبعا النقط الاحداثيات دي عشان نقدر نشغل منطقة الرسم. طبعا كده احنا حددنا منطقة الرسم ومش هنقدر نرسم، يعني لو حاولنا نرسم في اي مكان تاني بره منطقة الرسم هنجرب كده. هنا الماوس بيحاول يخرج بره منطقة الرسم، هنا جوه منطقة الرسم. تمام؟ فرسم المستطيل ده. كده بيحاول يقفل، مش لاقي حتة يقدر يقف فيها الماوس لأنه بره حدود، كده دخل الحدود. تمام كده؟ فلو جه بقى يشوف كده، ده جوه منطقة الرسم. المستطيل اللي اترسم داخل منطقة الرسم. طب تعالى كده تاني، لو رسمنا هنا طبعا هيطلع على الفورمات بتاع drawing limits عشان يعمل لها اوف. كتب اوف وانتر، كده قفل حدود الرسم. كده انا اقدر ارسم في اي حته. لو جيت رسمت اي تصميم في اي موضع بره المنطقه دي هيترسم معايا عادي، بس في الطباعه مش هيظهر لانه خارج منطقه حدود الرسم. تمام كده؟ drawing limits تاني، لو عملت لها اون وانتر كده، لو جيت ارسم في المنطقة اللي انا لسه راسم فيها من شوية مش راضي يرسم الماوس بتاعي. يبقى احنا كده شفنا وعرفنا ازاي احدد منطقة الرسم بتاعتي وارسم في حيز معين اقدر العب فيه زي ما انا عايز بالشكل اللي انا عايزه بالمقاسات اللي انا عايزها. وكده احنا ظبطنا منطقة الرسم النهاردة مع بعض، وشفنا بعض الاوامر البسيطة مع بعض. ان شاء الله احنا محتاجين بس نمرن ايدينا على الرسم على البرنامج، ونستخدم الادوات دي بقدر الامكان، ونتعلم ازاي نتعامل معاها. وده طبعا هيكون واجبنا مع بعض في خلال الفتره الجايه، لكن النهارده وقتنا خلص معاكم بسرعه. كنا نتمنى يكون اطول من كده شويه، لكن للاسف. ان شاء الله طبعا نشوفكم في الحلقات الجايه ونستكمل.